احنا عندنا تقريبا في 8 اماكن مختلفه في حي القاهره الدولي للفنون في نسخته الثانيه. بنؤمن ان الفن للجميع، فعشان كده بنحب نبقى في وسط البلد، كل الناس ممكن تيجي، الناس من الشارع ممكن تخش تتفرج مجانا طبعا على المعرض. وده نفس الحاجة اللي بنعملها في الهرم، يعني افتتاح الهرم إن شاء الله يوم 27 أكتوبر لمدة شهر. عندنا 100 فنان مصري مشارك و20 فنان أجنبي. نوع العروض نفسه ونوع الـ 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 الحدث بيفرض نوع من الشغل غير المعتاد، غير اللوحة والتمثال المعتادين اللي بيتباعوا في الجاليري. فدي حاجة مهمة جدا بالنسبة لحركة الفن في مصر، ودي تاني دورة وأنا شايف إنها أقوى من الدورة اللي فاتت. اللوحة دي تقريبا خدت حوالي شهر وأنا بشتغلها، وما بينهم حتى فترات انقطاع، فما بين في الشهر ده في ups and downs، فهتلاقي إن اللوحة فيها مزيج من المشاعر، أحيانا في مشاعر soft شوية، أحيانا في حالة من التمزق، أحيانا في حالة من الاحتواء، فهتلاقي في mix of feelings يعني throughout شهر كامل. النهارده اللوحتين هما زيت، تصوير زيت، بيتكلموا عن فكره بسيطه خالص، بره الزمن، بره البيئه، بره العمر، بره اي حاجه خالص. فكره الحضن البسيطه جدا اللي هي جمله مفهومه بالنسبه لكل الناس. وجود معارض زي كده عليا كفنان وعلى كل الفنانين في الفتره دي رائع جدا لخلق نوع من التنافسية العالية والإنتاجية. المعرض زي ما انتم شايفين البنائية بتاعته مستوحاة من مأذنة ابن طولون، كمان هي جاية من الجدران القديمة اللي شايلة تاريخ مصر، تاريخ عريق كبير. أنا بحب أعرض ده لأن احنا نتحاور زي دلوقتي، أن احنا نرفع مستوى الوعي، أن احنا نقدر نشوف مكاننا وبلدنا بشكل أفضل. أتمنى أن الفعاليات دي تتنقل، بس ما تبقاش بس في الزمالك ولا تبقى في وسط البلد، أتمنى الفعاليات دي كمان تبقى موجودة في كل حتة، لأن الناس كلها من حقها تفرج على الفن.